المباراة بقى نتفرج عليها بيتس موسيماني في النادي الأهلي مواليد 2006 اللي فاز فيها النادي الأهلي برباعية. النادي الأهلي كان بيلعب الإنتاج الحربي فاز 4-1. النادي الأهلي كان متأخر في بداية المباراة، الإنتاج الحربي هو اللي أحرز هدف في بداية المباراة، لكن لعيبة النادي الأهلي قدرت ترجع مرة أخرى. أحرز أهداف النادي الأهلي عمار وليد، أحرز هدفين وهو هدف الفريق برصيد 5 أهداف، وهدف لكل من حسام عادل وإبراهيم عادل، الاثنين توأم والاثنين اخوات حسام وابراهيم، لكن دول يعني حسام وابراهيم غير الكابتن حسام وغير الكابتن ابراهيم، دول حسام وابراهيم جداد داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح نشوف اهداف اللقاء ونرجع لحضراتكم مره الهدف الاولاني اللي احرزه عمار هو ده الهدف اللي كان بيتسو موسيماني بيكلم اللاعب عليه في الاجتماع اللي كان ما بين بيتسو موسيماني واللاعبين بعد المباراه. هدف من الاهداف الحلوه هنشوفه مع بعض دلوقتي. نفس اللعبه اللي بيلعبها محمد صلاح لما بيدخل لجوه، لكن محمد صلاح بيلعبها برجله الشمال، هو النهارده بيلعبها برجله اليمين، مرن عليها بشكل حلو قوي، راحة في زاويه بعيده جدا يصعب على اي حارس مرمى انه يقدر يصدها. طبعا هي دخلت من التسديده الاولى، لكن فيها تكمله من لاعبي النادي الاهلي، لكن الهدف اتحسب للاعب عمار وليد، هدف من الاهداف الحلوه.